بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك أحمد نصر من قناة دكتور الزينة بإذن الله تعالى. النهاردة معانا سلاكة دورية زي ما انتم شايفين كده، دي منظر السلاكة. طبعا طب ايه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا اللي احنا ازاي نتعامل معاها أول ما نجيبها، وازاي نعلقها، وايه الحاجات اللي بتتكون منها. إن شاء الله تعالى هنتكلم ازاي نجهز السلاكة ديت مع بعض. يعني النهاردة طالعين نتكلم ازاي هنجهز السلاكة ديت مع بعض. طيب عامة تركيب السلاكة مش حوار، يعني تركيب السلاكه مش حوار. طب انا دلوقتي جايب سلاكه مستعمله، دورين زي ما انتوا حضراتكم شايفين، دي منظرها تمام. طبعا محتاجه شويه صيانه ومحتاجه شويه شغل كده قبل ما نتعلق وقبل ما نتكلم فيها وقبل ما نعمل فيها اي حاجه. طيب هنطلع النهارده ان شاء الله كده مع بعض، وهنبدا ازاي واحده واحده احنا ازاي نتعامل معاها. نبتدي مع بعض ننزل السلاكه كده على الارض ونشوف الدنيا فيها ايه. كده بقى باذن الله السلاكه بتاعتنا هي زي ما انتم شايفين. تمام، محتاجه شويه صيانه كده خفيفه قبل ما نعلق. احنا طبعا احنا عجوز باذن الله هنعلق السلاكه ونحط فيها القصين بتوعنا اللي احنا عاوزين نخرجهم، وهنبتدي مع بعض واحده واحده ازاي اللي احنا نجهز السلاكه بتاعتنا ونكون جاهزه على الشغل ان شاء الله. طبعا احنا حطينا السلاكه بتاعتنا هي زي ما انتم شايفين. اول حاجه هنخرج الرجل بتاعتنا، نفضي السلاكه في العموم اللي احنا كده نفضي السلاكه زي ما انتم شايفين كده. نجينا اهم طبعا بقى منظر الدرج بتاعها متبهدل اهو زي ما انتم شايفين كده، نفس الطريقه كده اهو، بس درجين سلايه يا دوب هم كلهم هم عاوزينهم كلها غسل. تمام، طيب احنا كده شلنا الدراج، فيها ايه تاني؟ السلاكه فيها وقفتين. طبعا الوقفات دي مش هنستعملها اصلا، يبقى ايه نخليها لاي قص تاني. طيب كده السلاكه بتاعتنا فضيت، السلاكه كده فضيت خالص مفيش اي كلام. تمام، طيب ايه بقى المطلوب بعد كده؟ نطمن على السلوك بتاعتنا، لو في سلكه سايبه ولا حاجه. تمام، سلكه متنيه، سلكه عامله، فهنطمن على السلوك، هنمشي مع جنب جنب ونطمن على السلوك بتاعته باذن الله. طيب نبتدي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي اخرنا كده احنا كان فيه سلكه كانت فاصله، يعني اللي اخرنا كده كان فيه سلكه كانت فاصله، يعني هما كانوا سلكتين كانوا جنب بعض. فاحنا جبنا سلك رباط اللي هو بيكون في العشوش، لما بتجيب العش دي كده ولا حاجه بيكون فيه سلك رباط. فاحنا طبعا انا جبت السلك دوت ولفته على السلك اللي هو الثاني، فبالتالي ان السلك اصبح زي ما هو مسطره ما فيهوش اي مشكله. وطبعا كان فيه كده كام سلكتين كده مفتوحين عن بعض ومقفلين عن بعض او الكلام ده كله، فاحنا ظبطنا السلوك ديت. طبعا السلكه مستعمله فاحنا مش هنجيبها جديده، يعني دي سلاكه مستعمله. انما كده انت بتجيبها وبتجيبها على التركيب على طول، يعني انت بتجيبها وبتجيبها على التركيب. بس انت برده ممكن وانت جاي ولا حاجه سلكه بتتني منك ولا الكلام ده كله، فانت برده لازم تطمن على السلك المطبق. فاحنا دلوقتي اطمننا على السلك المطبق والسلك الفاصل عملناه. طيب ايه بعد كده بقى المفروض ان احنا نعمل بعد ايه كده؟ طب دي اهو هرجع لكم تاني. رجعنا ليكم تاني. طبعا احنا جبنا عصايه المقشه اللي احنا اتكلمنا عليها كذا مره، دي عصايه مقشه اهي، بس دي عامه بايظه. يعني كنت بصراحه كنت ماشي كده ولقيتها قدامي فقلت انا اولى بيها، رحت جايبها. فطبعا دي العصايه هنجيبها وهنعمل لها وقفات.
مش شوله الكيس ده، الكيس اللي هو اللي على العصايه، عشان لو الطيور كلته ولا حاجه بيجيب لها مرض معوي وهو بيتاكل، هما بيشدوه بياكلوه، فاحنا لازم نشيله ونخلي الخشبه بس اللي موجوده هنا. هنبتدي ان احنا نشيل العسل، نشيل الكيس ده. كده احنا نضفناها زي ما انتم شايفين، اصبحت الخشبه بس هي اللي قدامنا بنفس الطريقه دي كده، يعني اصبحت خشبه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. فطبعا المفروض بقى اللي احنا نعمله نبتدي اللي احنا نعلم ونقطع، يعني نعلم ونقطع. هوري برضو لحضراتكم واحنا ماشيين. دي طبعا الصفيحه اللي احنا هنقطع بيها، يعني دي الصفيحه اللي احنا هنقطع بيها. هنبتدي بقى اللي احنا نعلم العصايه بتاعتنا. قطعنا اول واحده كده، قطعنا اول مقاس. احنا طبعا هنحطها بطول العين، تمام. هنحط واحده وواحده بس. طبعا احنا كده هنعلم على نفس المقاس ده، يعني احنا كده هنعلم على نفس المقاس ده. وقطعنا الثانيه كده، احنا قطعنا اثنين، الاثنين قد بعض اهم كده، الاثنين قد بعض. نرجع بقى كده للسلكه بتاعتنا تاني ونشوف هنعمل ايه. هنبتدي بقى اللي احنا نجيب اربع مسامير واربع ورد. هوريكم برضو شكل المسمار وشكل الورده، وهنبتدي اللي احنا نمشي ازاي. دي شكل المسامير اهي، شكل المسمار اللي احنا هنربطه فيها. طب شكل الورده، انا كنت جايب كده معايا شويه ورق كده من البيت. شكل الورده اهي، اهي متبيته هنا في نفس المسمار كده. طبعا في ناس فاهمه وهتريح من الكلام ده كله، بيتبك كده اهي زي ما انتم شايفين، عشان خاطر ان المسمار ما يخرجش من السلك. طب هنعمل ايه بعد كده؟ نبتدي اللي احنا بقى نخرم هنا بالمفك اللي معانا. كده خرمنا اول واحده بالمسمار عشان اللي احنا نبات على التركيبه على طول بنفس الطريقه دي كده. نعمل الثانيه. احنا كده خرمنا الوقفتين، يعني كده خرمنا الوقفتين. نبتدي بقى نركب. هنركب ازاي؟ طيب زي ما انتم شايفين ده منظر السلاكه معانا، دي كده منظر السلاكه. طبعا العصايه او الوقافه هتيجي بالطريقه دي كده اهي، اهو هنا الباب اهو، تمام. وهي هتيجي في نص العين، يعني هتيجي في نص العين بالظبط. بنبتدي اللي احنا نعد من هنا، هنشوف هنا هي كام واحده، يعني هنبتدي نشوف هي كام واحده، وهنبتدي اللي احنا نحط الوقافه بتاعتنا في نص، اللي هي في نص العين نفسها بالظبط. هنبتدي مع بعض. طلعت 19 فتحه، 19 فتحه. فاحنا هنبتدي هنمشي ازاي؟ هنخليها في الفتحه العشرة، يعني كده نصها يعتبر الفتحه العشرة. هنعد من عند الباب 10 فتحات ونبتدي اللي احنا نعلم. ادي واحد، طيب ركبنا كده بقى الوقفتين بتوعنا اهم زي ما انتم شايفين، الوقفتين اهم ركبوا. احنا كده مش هنركب وقفات تاني، كفايه وقفتين بس في قلب القفص، بعرض القفص زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه دي كده، يعني نفس الطريقه دي كده، كفايه الوقفتين دول. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده شوف انت هتركب السلاكه دي ما بين عش، باب شمال وباب يمين زي ما انتم شايفين كده اهم، باب شمال وباب يمين. طب انت هتركب العش يمه فين؟ يعني انت هتركب العش يمه فين؟ انا هركبه في يمه اليمين، العش بتاعي هيركب في يمه
اليمين. طيب هنعمل ايه في الباب الشمال عشان خاطر الهومك ما يفتحوش؟ هنركب افيز او نركب حته سلك رباط من اللي قلت هتركوا عليها. المهم ان انت تقفل الباب عشان الهومك ما يفتحوش الباب التاني ويخرجوا منه. تمام كده؟ كده يعتبر هيوقف على التعليق بس. هنعلق وبعد كده نحط المستلزمات بتاعتنا. هنبتدي نعلقها برضو مع بعض ونعلمها مع بعض ونشوف هنحطها فين، وبعدين نجيب المستلزمات بتاعتنا نحطها برضو مع بعض. يلا نبتدي نخش نعلقها جوه. تبقى طبعا باذن الله، يعني باذن الله دوت المكان اللي احنا هنعلق فيه اللي هو المكان ده. تمام، هنبتدي بقى اللي احنا نجيب السلاكه بتاعتنا ونجيب القلم اللي احنا هنعلم بيه عشان نخرم بيه. تمام، وبعد كده هنلاقي ايه ربنا احنا مع بعض اهو. احنا كده جبنا السلاكه وجبنا القلم في ايدينا هنا اهو. هنبتدي بقى اللي احنا نشوف هنثبتها ازاي ونعلم عشان نبتدي اللي احنا نكرم بالشنور بتاعنا. كده بقى باذن الله احنا علمنا. تمام، وهندي 3 خرام. هنعلق السلاكه بتاعتنا ب3 خرام. تمام، خرم اهو، تمام، وخرم اهو، وخرم اهو، كده ال3 خرام. كده احنا بقى وصلنا الشنور بتاعنا ونبتدي اللي احنا نخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. وركبنا المسامير. كده احنا ركبنا المسامير، الناس بعد التعليق بقى باذن الله. زي ما انتم شايفين كده احنا علقناها، يعني كده اتعلق. طب ناقص ايه بقى بعد كده؟ ان شاء الله ناقص بعد كده نحط المستلزمات بتاعتنا ونحط العشوش وبعدين نجيب القص بتاعنا كويس. السقايات، السقايات هنعلق السقايات دلوقتي باذن الله. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده بقى هنستنى مع بعض عبال ما نغسل الدرجين ونغسل السقايتين ونغسل الاكلات بتاعتنا ونغسل الطواجن، عشان طبعا كل حاجه مستعمله هنغسلهم ونطهرهم ونعقمهم، وبعد كده هرجع لكم تاني واقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي احنا كده رجعنا لكم تاني لما قلت لكم هنغسل الحاجه. دلوقتي احنا غسلنا الحاجه وركبناها كمان، غسلنا الاكلتين بتاعتنا دول الاكلتين، وغسلنا الطاجن بتاع الاكل الطري والسقايه بتاعتنا والوقفه بتاعت السبيه زي ما انتوا حضراتكم شايفين. تمام، وقالب الطوب، الحاجات اللي هي الاساسيه اللي المفروض تكون موجوده في كل عين زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقه دي كده. طبعا والاهم من ده كله السوسته بتاعتنا، السوسته عشان مفيش حاجه تطير مننا ونضيع كل اللي احنا عملناه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده كل حاجه خلصت اهي. تمام، برضو العين الثانيه كذلك مفيش اي تغيير، وقفت السبيه هناك، السقايه بتاعتنا، الاكلتين، تمام، الطاجن بتاعنا، وال قالب الطوب اللي هو بتاع التمليح زي ما انتم شايفين كده اهو. بعد ما غسلنا الادراك وبعد ما ظبطنا دنيتنا، طيب هي كده بقى واقفه على ايه؟ واقفه على العشوش، واقفه على اللي احنا هننقل القصين بتوعنا. نرجع نشيل العشوش بتاعتنا ونركبها ونجيب القصين بتوعنا ونوريكم المنظر في الاخر عامل ازاي. كده هنا بقى بعد ما خلصنا نقلنا العشوش بتاعتنا ونقلنا اللصوص بتاعتنا، ادعوا لنا وانفسكم بالبركه. طبعا احنا كده ايه مش ناقصنا حاجه هنا، وباذن الله بقى كده واقفين على الفرخ. باذن الله ربنا كده يكرمنا ويكرمكم، مستنيين بقى ايه الفرخ ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده نفس الكلام، دي القص اللي تحت ودي القص اللي فوق. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طبعا الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه، بس ما تنسوش التعقيم. لو هتجيبوا حاجه مستعمله ما تنسوش التعقيم بتاعها. تمام، اولا بشكر حضراتكم على استماعكم وبالتوفيق جدا للجميع.